أهلا بكم. عودت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار للارتفاع لتصل إلى أكثر من 226 مليون دولار. وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء العملة الأجنبية ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 8.13%، غطاها البنك بسعر صرف بلغ 1460 دينارا لكل دولار. وذهبت المشتريات البالغة 169 مليونا ونحو 746 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، بينما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 56 مليونا و990 دولارا بشكل نقدي. أغلق مؤشر البورصة في العراق مرتفعا بنسبة 0.14% ليصل إلى 568,440 نقطة، وسجل المؤشر ارتفاع أسهم شركتين وانخفاض أسهم 11 أخرى، بينما حافظت 13 شركة على أسعار أسهمها، وبلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 325 مليون سهم بقيمة تقدر بنحو 416 مليون دينار من خلال إبرام 286 صفقة شملت 26 شركة مساهمة من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراقيين تصدروا قائمة الأجانب الأكثر شراء للمنازل في تركيا خلال شهر حزيران الماضي. وقالت هيئة الإحصاء التركية إن مواطني العراق اشتروا خلال شهر حزيران الماضي 773 منزلا تلاهم الإيرانيون ب 683 ثم الروس ب 300 منزل. وأضافت أن عدد المنازل المباعة للأجانب في عموم تركيا خلال حزيران بلغت نحو 5000 منزل، مبينة أن المبيعات ارتفعت في شهر حزيران بنسبة تزيد عن 185% مقارنة مع مبيعات الشهر نفسه من العام الماضي. ارتفعت أسعار النفط متعافيا من انخفاض اليوم السابق، حيث فاقت التوقعات بمزيد من الانخفاضات في مخزونات الخام الأمريكية المخاوف من أن انتشار متغيرات فيروس كورونا قد يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي. وارتفع خام برنت لشهر أيلول المقبل 20 سنتا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر آب 24 سنتا للبرميل. وتوقع متخصصون المزيد من الانخفاض في مخزونات النفط الخام الأمريكي بعد انخفاضات بشكل مضطرد لعدة أسابيع، والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ شباط عام 2020. توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تفضي المحادثات المتوقفة في أوبك بلس إلى ما وصفتها بحرب أسعار في مبيعات النفط. وقالت الوكالة إن المحادثات المتعثرة بين كبار منتجي النفط بشأن ضخ المزيد من الإمدادات قد تتدهور لتتحول إلى حرب أسعار في الوقت الذي تتسبب فيه اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ارتفاعاً على طلب الخام. وأضافت الوكالة أن احتمال نشوب معركة على الحصة السوقية يهدد الأسواق حتى وإن كان احتمالاً بعيداً، وكذلك احتمال ارتفاع أسعار الوقود يهدد بتغذية التضخم وإلحاق الضرر بتعافي الاقتصادات الهشة. إلى اللقاء.